مساء الخير من ام تي في، برحب فيكم بحلقه سكور لليله يلي رح بيكون قسم كبير منها مخصص لرياضه كره القدم مع خبراء كره القدم رائد جرجس. مساء الخير رائد. وفادي الكاخي. مساء الخير فادي. وايضا جيلبير، نحن هيك بدنا نحكي فورمولا 1 مع هذه الخلطه السريه اللي رجعت اعادت البطوله لنقطه الصفر. بدنا نحكي بكل هذه المواضيع بالاضافه بالطبع لواحده من اهم الملفات بالفتره الاخيره، هل قطر ستستضيف نهائيات كاس العالم نعم ام لا؟ يمكن هذا هو السؤال يلي رح نطرحه بالاخير رائد، ولكن بدايه اذا بدنا نحكي نحن وياك عن واقع كره القدم اليوم بموسم الميركاتو الصيفي، شو فينا نحكي عن هذا الواقع؟ يعني بتوقع انا انه تتحطم كل الارقام هالصيف، وبنفس الوقت هذا شيء منيح وشيء عنده ريفير كوتي ثاني، انه في نقطة استفهام كبيرة على الفير بلاي اللي حطوها الاتحاد الاوروبي مع يعني ما دفعوا حقها لبرشلونة وريال مدريد بعتقد. ممكن دفع حدا غيرهم حقها؟ لا ما بعتقد، يعني ما بعرف كيف عم يصير الاخراج صراحة. لما نشوف الصينية شو يعني عم ينحكى باوديتنج كوميتيز، كمان تجي تطلع مزبوط قد ايه قيمة سبونسر شيب، لأنه بتعرف عم يصير في تحايل وتلاعب على الفير بلاي، يعني بيجي متمول بيقول انه اوكي انا بعطيك سبونسر شيب للقميص لأن انا بملك الشركة اللي عم تعطي سبونسر شيب، وحقها سبونسر شيب 100 مليون بس هي فعليا حقها 30 مليون يورو مثلا، وعم تتراكم هالاموال هيدي لبعدين يوصل الفريق عم بحط مثل ميلان هلا او مثل بدنا نحكي عن الصينيه نعم. انه عم بحطوا 300 مليون يورو او 400 مليون يورو. امور يعني صايره، كنا فاكرين انه اذا بضاعه صينيه ارخص، بس لا طلعت اغلى بكثير قصص البزنس الصينيه اللي عم يعملوا. نعم عندهم كم ميل هائل ما عم يعرفوا شو بدهم يعملوا فيه، وهلا ميلان عمليا شوبينج ليست، يعني يلي بيقبل عم يجيبوه، انا شايف ما عم شوف استراتيجيه. لا لا جابوا لائحه طويله عريضه، حتى انه حارس المرمى تبعهم انه انجاز انه خلوه معهم. وريناتو سانشيز اليوم عم بيقولوا انه وافق كمان رح يروح لهون، يعني في عنده شيء 8 أو 9 لعيبه مضاهم بهالويك اند. على كل حال يعني في اموال، في تضخم، حتى باريس سان جيرمان يعني بنعرف انه ازمه قطر ازمه كبيره، ولكن باريس سان جيرمان ما عم بيجيب لعيبه، وكان عم بجرب يجيب لعيبه. يمكن الانديه الفرنسيه دفعت اكبر ثمن بغياب عدد كبير من الاسامي من فرنسا لانجلترا. صح، والاندي اللي هي على طول انا بحكي بهالموضوع كل ما اطلع بمقابلات بقول حرام الانديه اللي هي بتخرج اللاعبين، يعني عده مرات المدارس الكرويه، المدارس الكرويه ما عم تقدر تخلي عندها الحد الادنى من اللاعبين تتنافس بشكل، تضل بالدرجه الاولى يعني او الدرجه الثانيه. ايه يعني في انديه كثيره بفرنسا، ذكرت نوت. فرنسا وين نوت وين اوسير وين مارسي وين بوردو اللي كانوا بالثمانينات والتسعينات عم ينافسوا على بطولة اوروبا اختفوا كليا، ما عاد في، هلا في الصينية خلص لورا. فادي كمان بدنا نحكي بنفس الموضوع، لكن بدنا ننتقل ايضا لملف اخر تعقيبا على كلامه، الملف الالماني من بعد فوز المانيا بنهائيات كاس القارات، واليوم شفناهم شو عملوا بالاندر 19 واندر 21، كمان كاس السيدات اليوم باوروبا. الالمان اليوم هل هم مثال يحتذى مثل ما كان المثال الاسباني بالسنوات ال 25 الماضيه كونك مدرب؟ صحيح نجيب، انا بوافقك على اللي قلته 100%، والدليل على هيك هلا تسيد المانيا بكل بطولات خاصه القاريه على صعيد منتخب عم نحكي، هذا دليل قد ايه هو الاتحاد الالماني ماشي على خطى ثابته، او بالاحرى قد ايه سمع للمدربين او الفنيين اللي حطوا. كلنا بنعرف بعد نكسه المانيا بال 2000 بكاس اوروبا بال 2000 النكسه المانيا وين كانت، وبعد ال 2000 كيف اشتغلوا، كيف اشتغلوا على حالهم، كيف بلشوا ياسسوا منظومه تبع من خلال اكاديميز اللي ربطوها مع الاتحاد، مع وحتى نوعيه اللعيبه اللي كان المانيا قبل نستغرب اذا بيلعب لعيب مش الماني 100% مثل ما بيقولوا. بعدين فتحوا التجنيس، وفتحوا في تجنيس كبير كان. نعم. صحيح، بس هودي الناس هودي موجود عايشين بالمانيا، يعني ربيانين بالمانيا، خلانين بالمانيا، حقهم انه يمثلوا المنتخب الالماني. وعندنا صديقنا امين يونس يعني صار صحيح وهذا عمل نتيجه منيحه، بدنا نحكي عنه اكثر. هذا اكثر مثل، يعني امين يونس مع انه كان قريب كثير ليمثل يلعب المنتخب الارز بين براكتس، بس بينه وبينك منيح اللي لعب مع المانيا. خير، بس هذا بدل قد ايه الالمان هن على السكه الصحيحه هلا، وانا بعتقد الالمان مش راح يوقفوا، مكفين يعني مكفين بكل الفئات، لانه اذا ربحوا تحت ال 19 وتحت ال 21 وبالتالي هلا بلشت امبارح بطولة السيدات، وانا بتوقع انه يربحوا الالمان بسهوله، صار لهم 5 مرات ورا بعضهم ابطال اوروبا. صحيح. وما راح تتغير المنظومه مثل ما انا شايفها، ممكن بس يمكن النرويج ينافسون شوي، بس شيل امريكا على جنب، هن الامريكان والنرويجيه بغير كوكب.
بالفوتبول. صحيح. على كل حال الألمان، أنت كتبت عن الموضوع، حكيت عنه بأكثر من محطة تلفزيونية بالفترة الأخيرة. الألمان عم بيشتغلوا على حالهم بهذا الموضوع مثل ما اشتغلوا الإسبان، ودليل ربحوا بطولة أوروبا مرتين وربحوا كأس العالم. يعني هون إذا بدنا نفتح بين الليين تنحكي كلمة ونوجه كلام للداخل اللبناني، مش سياسي، نحن عم نوجه كلام للداخل اللبناني بعالم كرة القدم. لازم يكون في خطط أقل شيء 10 سنوات. الإسبان اشتغلوا 10-20، الألمان مثل ما عم تحكوا من سنة 2000 أكلوا كف، اشتغلوا 2017 رجعوا سيطروا على العالم. صح. هلا بس ملاحظة صغيرة على ألمانيا وإسبانيا. ألمانيا كمان انتبه، واجهوا إسبانيا مرتين وخسروا على فرق بسيط جدا. بس الإسبان اشتغلوا سياسة الرياضة، سياسة الدولة، وشفناهم ربحوا كل شيء من الهاندبول للفوليبول للباسكتبول. مزبوط. بالتاريخ الحديث ما صار في ولا أي خطة يعني قريبة، لا من قريب ولا من بعيد للي عملوه الألمان. يعني إذا بتطلع على عملوه الألمان بكرة القدم، بكرة القدم بس أنا إسبان اشتغلوا على كل الرياضات. مزبوط. الألمان بكرة القدم ما حدا عم يقدر يعمل دابليكيشن للسيستم تبعهم، حتى الإنجليزي اللي هن أغنى منهم بالاتحاد كمصاري وبالأندية ما عم يعملوا دابليكيشن. هيدا موضوع تاني فينا نحكي حلقة خاصة بمكان آخر. إيه هلا على المستوى المحلي، بالمستوى المحلي فينا نحكي موسوعات على الرياضة المحلية. وأقله أنا بأسف شغلي، يعني رحنا وشفنا برا كيف يصير شغل، ما بدي أقارن على ألمانيا لأن حالة. لا ما بدنا نحكي، بس إنه لازم يكون في خطط. بس بالمستوى المحلي عشرية. لازم يكون في، مش بس خطط، لازم يكون في، ليك نكون صريحين جدا، بدك الإرادة وبدك الناس المؤهلة تشتغل. يعني مثل فادي كان بقطر، مثل غيره من الناس المؤهلين بأسباير. بدك ناس مؤهلين يشتغلوا، وبدك ناس ما عندهم مصالح، تضارب مصالح، يكونوا بسدة المسؤولية. عضو اتحاد ورئيس نادي مثلا. مثلا بلس يا خي انطرنا كتير. يعني أنا ما بعرف، صارنا 25 سنة عم نحكي بالموضوع وبعدنا روح مكانك بالمحلي. بدي أقول أنا ما بقى ننطر الوزارات، ما بقى ننطر الدولة تعمل شيء، أقله ننزل لمستوى السوشيال كوميونيتيز الصغير، يعني المجتمعات البلديات. البلديات أنا ما عم بفهم لحد هلأ، ولو أنه بلدية بكل ضيعة أو مدينة بلبنان ما فيها تلاقي لا. ملعب صغير مشاع يعملوا فيه ملعب ببلاش يجوا الاولاد يلعبوا فيه. لا لا، صار بكلف كل شيء في مصاري، والبلديات ما معها مصاري، عم ينسحبوا المصريات. بدك تحكي وزاره الماليه، يعني بدك تحكي مسيو خليل، يعني اوطى من هيك. يعني اذا بدنا ننزل ما في مصاري، انا بقول لك البلديات بدنا نوصل للمستوى الفردي، والعمل الفردي هو هذا هو الوحيد اللي ماشي بلبنان. بس عمل محدود جدا وخطر جدا. ليش خطير جدا؟ لان شفنا قبل امثال ما بدي اعطيها، اذا زهق هالمتمول او صار عنده برايورتيز مغيره بيقول لك انا بطلت، روح شوف حدا ثاني، بيوقف الدفع وبيربى العشب بالملاعب وبيفرط الفريق. وشفناها باكثر من مكان وخاصه بكره السله. بدك تحكي بموضوع ننتقل للفورمولا 1. نعم، بدي اعقب على الموضوع اللي كنا بنحكي عنه عن السيستم او الخطه الالمانيه هلا. نعم. الحديث انا بشبه منظومه المانيا هلا، اذا بنرجع 10 سنين لورا منظومه اسبانيا نفس الشيء. مش عم بحكي تكنيكلي، عم بعطي مثل انه باسبانيا كخطه دوله كان عندنا برشلونه، كان عنده 7 لعيبه منه بالمنتخب، اخذوا كاس عالم، اخذوا كاس اوروبا، اخذوا كاس اوروبا. جينا على المانيا في بايرن ميونخ، اخذوا منه 7 لعيبه على المنتخب، اخذوا كاس عالم واخذوا كاس اوروبا. تقريبا نفس المنهج اذا بدي اقول لك، او نفس الشيء. اوكي تقريبا عم 70% من المنتخب او 60% من فريق واحد، هذا كثير بيساعد. واللي عمل هذا اللينك بين هول اثنين مين؟ شخص ما كثير بتحبه انت، غوارديولا. ليك بس فادي، مع احترامي للي عم تحكيه، هيدي نتيجه بس السبب مش هذا السبب. السبب انه عندك شغل سنوات طويل، ملايين اللاعبين الشباب والصبايا الصغار. على طول برجع بشدد على الصبايا، لان بكره القدم الصبايا نص المجتمع، وشفنا قد ايه بامريكا كره القدم متطوره عند السيدات، وبالمانيا هلا عم تصير متطوره. عندك ملايين اللاعبين عندهم الانفراستراكشر عم يلعبوا، وعندهم المدربين. قلت قبل في 35 الف مدرب شو بيقولوا سيرتيفايد بالمانيا. صح. بانجلترا في اقل من 3000. تعطيك مثل النتيجة إنه أوكي بايرن عنده مصاري اشترى نجوم وخليهم عنده أو قدر حافظ عليهم، بس هيدي صارت تفصيل. بس عم بقول لك كمان إنه الكيمستري بالمنتخبات إذا بتكون موجودة دائما هي مهمة. يعني الكيمستري المجموعة معينة من اللاعبي هول دائما يحل الأرجنتين. ايه؟ عندهم أهم أسامي بالعالم عم بيقدروا يعملوا. هلا بكأس قرار هلا غير موضوع، كان في إلا لاعب واحد من بايرن وما بحديث عنه، هذا درجة ثانية. البي تيم ربح الكأس القرار، هيدي بتثبت إنه عندهم قاعدة كثير كبيرة فين ينقوا منه، عندهم منظومة ماشي وأكثر يمكن بيقدروا
الفريق الثالث عمليا منه البي في ناس ما يهود الفريق الربح بس هو الكلام اللي عم بيقوله فادي فينا نطبقه مثلا على الارجنتينية عندهم اسامي بتعقد بس ما عم بيقدروا يعملوا شيء ما عندهم كم عندهم ميسي وما عندهم كم سي ما عندهم شيء هلا خلينا ننتقل لك جيلبرت نحكي فورمولا 1 عوضهم على بدء بتعرف نحوي ولا شو اكيد يعني هاملتون بلش نحس انه عم يجي يعترف يعني بعد ما كان شوي عنده اذا بدك شانس عاطي بعده سباقات هلا بلش شوي نحس عم بيطارد جيم كلارك ب ب ب يعني. حتى خامس سباق له ربحه ببريتش الجراند بري هلا مرسيدس اصلا اذا بدك يعني هي عم تخلي هاملتون كمان السجل اللي عم تعملها عم تكون موفق فيها خلص انه بوتاس بينت حدوده بس بوتاس طلع ثاني يعني سبق كان كثير حلو له خلينا نشوف صور نحن وياك يلا هون نشوف الصراع بين فيرشتابن وفيتال بيربح فيرشتابن المركز الثالث بيصير فيتال المركز الرابع بس بيرجعوا باللفة 14 بيعملوا أندركات فيراري على فيرشتابن بفوت ببيت سريع فيتال وبيطلع قدام فيرشتابن ضل إذا بدك هاملتون كان عنده لونلي ريس لوحده كان ضل أول كل الوقت بوتاس صار يقرب شوي شوي منشوف هون شو قصة الدوليب دوليب إذا بدك رايكن وفيتال كتير عينه بآخر السبق من دوليب ضروا يفوتوا على البيت خسر رايكن المركز الثاني صار ثالث وفيتال طلع بالمركز السابع أخذ 6 نقط بس أما هاملتون 25 نقطة صار بعيد نقطة واحدة عن بصدارة الترتيب يعني أنا هيدا يعني راح أكلسون إجا أكلسون بدنا نضلنا بالمنافسة ببطولة العالم حتى اللحظات الأخيرة وأنت كنت قريب كتير وحضرتك كنت مسؤول كبير بريد بول الشرق الأوسط الماركتينج بالفورمولا 1 كمان إلى دور كتير مهم وحتى الماركتينج الأهداف الأوبجكتيفز تبع الماركتينج بالإف 1 حددت السباقات بقية بلدان شفناهم تحولوا ب ب 2002 وبعدين 2003 2004 صاروا ينقوا الماركتس اللي بيسمحوا دعايه الدخان بعدين صاروا ينقوا الماركتس طلعوا من اوروبا طلعوا من اوروبا وصاروا يروحوا على الماركتس اللي بتدفع مصاري لا ولا صاروا للاسواق الناشئه مثل باسيا واذا بتلاحظ جاست تاخذ سيرتيفيكيشن تتعمل سباق فورمولا 1 صاروا يروحوا على البلدان اللي عم تدفع مصاري تستضيف وبلس حاولوا كمان يفوتوا التيكومز التليكومنيكيشن والالكترونيك لان معهم مصاري سو الماركتينج مثل بالفوتبول It's driving the sport. بعتقد أول واحد فيت فيها هو ويليامز فرانك ويليامز وقت فوت AT&T من سنوات قليل وقت ما حدا كان فايت بالتيكوم على الموضوع فوت AT&T من مظبوط مظبوط أول السنوات فهدي إذا بدنا نحكي اليوم عن السيستم بعالم كرة القدم واليوم يمكن المثل الأعلى صار عنا الدوري الإنجليزي عشو عم نتجه اليوم شوف الدوري الإنجليزي بالنسبة لي بشوفه أنا حالة استثنائية لأنه الدوري الإنجليزي طلع فتش بكل فرق الدوري الإنجليزي عندك 10% أو 5% من لاعبي هيدا اللي طالع من الأكاديمي عم يلعب فريق أول لاحظ تشيلسي مانشستر يونايتد مانشستر سيتي ليفربول يمكن في لاعب بالسكواد كله أو اثنين هيدا من الأكاديمي طالع يعني هني اعتمادهم الدوري الإنجليزي أنا بشوفه كشو It's a big show الأحسن لاعبي موجودين بالعالم هونيك أسرع دوري بالعالم بس المشكله وين اللاعبين هنا منها هلا المنتخب هاي بيدفع ثمن المنتخب لانه ما عنده لعيبه عم تلعب لعيبه انجلترا قليل عم يلعبوا يمكن بساوثهامبتون ببيدلسبرا بفرق درجتين عم تلعب بس بفرق الدوري الممتاز قليل جدا مثل ما عاملين الشباب عندنا بالباسكتبول بس هيدي الفرق الكبير لفت لي نظري على القانون الاتحاد الالماني بكره القدم بيفرض صحيح. على الانديه يكون عندها 8 لعيبه المان ولا ما بياخذوا رخصه يلعبوا بالبطوله صحيح. واربعه من الثمانيه يكونوا طالعين من عندهم من الاكاديميه صحيح. والا بيخسر الرخصه يلعبوا يا ريت هيك عنا اياها بلس في نسبه بكل فريق لازم يكونوا تحت 23 سنه تحت 18 سنه هذا بياكد لك قد ايه مهم انه عم بيحافظوا على الجينيريشن عم بيحافظوا على السمعه وعلى
المنتخبات أكيد. الوطنية أكيد صح، والبرهان الأندية كمان، حتى الأندية الإنجليزية قد صار لها مش منافسة على المستوى الأوروبي. صحيح. ما عم بهمهم، لأنه أنا بهمهم شو أوف مثل ما عم بصير مثل الأندية، بس كل شيء بهمهم في مصاري على رقم 20 بالدوري الإنجليزي بيقبض أكثر من يلي عم يربح بالتشامبيونز ليج، وبالتالي شوف رأيي معه يربح بأوروبا إذا بيطلع خامس أو سادس. مظبوط نجيب، بس في عندك البرستيج الكريديبيليتي الهيستوري بلس المصاري، كل ماتش عم تلعبه بالتشامبيونز ليج أنت بتعرف بيطلع لك حسب الفريق. يعني أستون فيلا بزمانات سيطر على التشامبيونز ليج، يعني بتتذكر بفترة فترات قبل الهوليغنز وقبل 85 الإنجليز كان بينهم بأوروبا أكثر، هلا لا ما بعتقد. هلا بينهم بأوروبا بعتقد ماركتينج وايز مثل ما عم أقول لك، لأن ليك مانشستر يونايتد حط كل تقله بنهائي اتحاد اكزاكتومون، لان ما فيك بقى تقارن حالك ببرشلونه وريال مدريد وبايرن اذا انت اذا منك موجود باللعبه، منك موجود على نفس البلاتفورم. صحيح، اذا بتجي للدوري الانجليزي يمكن هن بيفكروا حالهم الفوتبول بانجلند بشكل عام بيعتبروا حالهم هن افضل من اوروبا. يعني ما بيعترفوا انه اسبانيا افضل منهم او الدوري اللي انا بالنسبه لي بشوف تكنيكلي يعني اللاعب هلا اللي ناجحين فيه الانجليز بهذا الاطار هن بالفورمولا 1، لانه 7 أو 8 فرق من الفورمولا 1 كلهم بيز بالتكنيكال ديبارتمنت موجودين كلهم بسيلفرستون، بس بالانجليزي بكره القدم في شغله مهمه شباب بدكم ما ننساها، انه الفورمولا 1 غير المنتخب الوطني. لا نحن عم نحكي عن الانجليز والبرايد انا تحديدا، لان الفرق كبير بين الانديه اهداف الانديه واهداف الاتحاد. الاتحاد الانجليزي كاتحاد انجليزي مش ممكن ما يكون هدفه الا ما يربح بطولات قاريه وبطولات عالميه، يعني هدف المنتخب بس ما فيك توصل لهالهدف الا ما يكون عندك القاعده اللي عم تلعب بالانديه. صحيح. سو بيساعدوا بعضهم، ما فيك تكسر السيركوي بشي محل وتقول انا مش مشكل المنتخب بيلعب، يحول منتخب خسر قدام ايسلند واللي فاتوا تيقلبوا النتيجه قدام ايسلند، هن قاعدين على البنش مثل ما قلت انت بفرقهم مثل ستيرلينج وستارج قاعدين على البنش ما فيهم ينقلبوا نتيجه ببطوله اوروبا. والاتحاد الانجليزي ما في يكون هدفه متطابق مع اهداف بس تسويقيه، بده يجيب كؤوس، اذا ما جاب كؤوس بس هذا غير موضوع فيش. لانه الانديه في مستثمرين من كل العالم جايين بدهم يربحوا مصاري، مش جايين يتسلوا بانجلترا. صحيح. هذا غير موضوع. تمام. هلا بدنا نشوف اذا رح يتسلوا الصينيه بايطاليا الموسم المقبل، من بعد ما نتوقف مع بريك وبنرجع سوا. رجعنا معكم بالقسم الثاني من حلقتنا. بدي اسالك جيلبير عن السباق الاخير قبل العطله، وين رح نكون؟ هنغاريا ب 28 الشهر، من اهم السباقات وارخص سباقات. ايه يمكن ارخص واحد، بس سباق حلو على طول بيكون فيه هيك سباقات اكشن، حلب المعروف كثير. مزبوط مزبوط. فادي اذا ما نسال نرجع من جديد عن الدوري الايطالي اليوم، يمكن ثاني نقطه استقدام كبرى اليوم باوروبا للعيبه هي ايطاليا. صحيح. وتحديدا الميلان، حتى في صراع بين الميلان واليوف على بعض الاسماء. صحيح. وتظهر بالاسبوع الماضي الاسبوع الماضي الميركاتو الصيفي مخيف للميلان، يعني اذا بنحكي بونوتشي عم نحكي ب لوكاس بيليا، عم نحكي ب في 9 لعيبه. انا عديتهم بس مش حافظهم في الاسامي، وحتى تجديد حارس المرمى 40 مليون 45 مليون، يعني واحد. دوغلاس كوستا لجوفنتوس، دوغلاس كوستا على جوفنتوس، بس كله قليل حد هلا انتدابات على الميلان. ميلان بصراحه يعني عم نحكى موراتا كمان يمكن صحيح موراتا واوباميانغ فايتوا على مفاوضات مع اوباميانغ، يعني في على الصينيه فايتين على السوق الاوروبيه بشكل كتير كبير. بس ما بعرف هون التحدي، ما بعرف قد ايه فيهم هلا هدف انه يربح اليوفي شو بدهم بنهايه اليوفي. اليوفي لانه متحكم بالسيستم كله سوا. هذا هو هلا ليك الحلو انه عم يرجع، بتحس نبض حياه عم يرجع ينطلق الدوري الايطالي. الدوري حرام هالدوري كان هو صحيح. مطرح الدوري الانجليزي بالتسعينات بتتذكر باول التسعينات واخر الثمانينات كان كل النجوم روحوا على ايطاليا، بعدين قلبوا على انجلترا، بس كان هالدوري حزين مش بس لسبب فوتبول، عم نحكي ماركتينج ونرجع نحكي تسويق. عندهم أزمة اقتصادية بأوروبا، إذا عم تشوف الأولمبيكو ستاديوم دائما التنين أول ناس، صح، فاضي الملعب، ما عم بيروحوا العالم على مباريات، عندهم أزمة اقتصادية، عم بيفضلوا يروحوا يحطوا فلوسهم غير محل على أنه يشتروا تيكتس. يمكن هيدا ترجع تعطي مثل شوك إلكتريك
للكالتشو تيرجع شوي يصير في منافسة، لانه الصراع بين الميلان واليوفي يمكن يرجع يولع. إيه والمستثمر بيساعد، يعني مثلا المستثمر بكره تعطيك مثل حسي في قرر يخفض البطاقات مثلا، في يجي يقول ميلان انا مش بحاجه لاعمل 20 مليون يورو زياده بالسنه بالبطاقات، البطاقه بدي اقسم حقها اثنين، ممكن هذا يشجع السانسيرو كان ينلعب بالسانسيرو او جوزيبي ميازا ينلعب ب 75000 78000 متفرج، عم يلعب متوشي اي سي ميلان ب 20000 و25000 اقل من نص الساعه. على كل حال انه كمان نتائج المكانه كانت متذبذبه بالفتره الاخيره، نشوف السنه كيف رح بتصير. هلا رح نتوقف مع تنس ورح نشوف اسطوره حقيقيه بعالم الرياضه كانت عم بتسطر صفحه مهمه جدا بالساعات الماضيه. المباراة النهائية للرجال كانت نزهة بالنسبة للاعب السويسري روجر فيدرير يلي ربح بسهولة كبيرة على شيليتش الكرواتي بنتيجة 3-0. فأزن بطبع الإصابة منعته للاعب الكرواتي أن يكون متواجد بشكل ممتاز على أرض الملعب، ولكن الأهم هون أنه فيدرير صار معه 19 لقب دورات جراند سلام بالإيرا أوبن، بعتقد عم بيقترب من الأساطير الكبرى. نحن نتذكر عنا مارغريت كورت 24 إذا ماني غلطان، وعنا 21-22 بين فينس وبين سيرينا وشتفي جراف 19 مظبوط عم بيوصلوا عليهم، يعني عم يوصل للأرقام أسطورية بعالم الرياضة. نحن محظوظين نجيب، أنا بعتقد نحن محظوظين جدا، عم نشوف ظاهرة غريبة جدا، يعني فيدرر عايشين نحن بعصر فيدرر ونادال، مع احترامي لكل الاساطير وانا كنت من معجبين ومحبين شتيفي جراف لهلا وبطريقه لعبه وبالمونتاليتي، واعتزلت انت بتعرف اعتزلت بالسنه اللي اخذت فيها رولان جاروس كان فيها تربح اكثر، بس ما فيك تقارن بين التنس هلا والتنس من 20-25 سنه. اليوم متطلب اكثر اكزاكتلي، اصعب بكثير، فيزيكلي اقوى، تكنيكلي اقوى، يعني عم بنشوف اذا لاعب بيبقى سنه مثلا ما بيربح جراند سلام مثل جوكوفيتش مثل غيره بيطير المدرب بيجيب بس المدرب بس تاني. المشكله انه فيدرير وحتى نادال يعني قطعوا بفتره سنتين ثلاثه ابتعدوا عن الملاعب صحيح. ورجعوا اليوم وعم يربحوا. هلا هون كمان في نقطه استفهام كبيره، العدد الكبير من الدورات اللي عم يشارك فيها كل لاعب من التربتيو للملاعب الصلبه عم بتاثر على الجسم أكيد. لانه بالنهايه هذا جسم، هذا منك مكنه انت صح. وبالنهايه عم بتكثر الاصابات، هون شفنا ديوكوفيتش انصاب، شفنا سيليش انصاب، بس الاسامي الجديده ما عم نحس فيها كثير. ايه هلا القديمه، بس بدي احكي شغله عن فيدرر ونادال وغيرهم يلي بنقوا، باول طلعتك باول حياتك بالتنس بتلعب قد ما فيك تورنويات تطلع بالتصنيف، بس وقت تصير مثل فيدرر ونادال وديوكوفيتش ما بيعود يهمهم التصنيف، بهمهم يربحوا جراند سلامات. هو عمل سويب على التربتيو، عمل سويب على التربتيو تا يوصل على هيك، كان افورد انه يغيب مثل ما قلت انت يغيب فتره ويحضر حاله 3 اشهر لدوره، ولا انه يشترك بثلاث اشهر خمس دورات ويحقق سي اوبن وربح على نيه صح 100% شغلتين ورا بعضهم. بعالم الفورمولا 1 كيف كانوا صغار اليوم، ما عاد عندنا ختيار، ما عاد عندنا يعني. ليش روزبرغ اعتزل صراحه لهلا ما حدا فهم صراحه، يعني يا جمان يا يمكن لا لا انا رح اقول لك شو كان عامل تحدي هو بيو انه بربح بطوله العالم وقال له بعدين ما بدي شيء، يمكن قال ما رح اربحها بقى بحياتي هذه هي، لا بس عمل مثل فيلناف يعني هذاك كمان تحدي مع بيو ربح بطولة. بدنا نشوف اذا بيروح بيو ميت كان بس انه بدنا نشوف ليه هن اكثرتهم بيروحوا من التنس، في منهم عم بيروحوا على الفورمولا اي هلا اللي هي هلا فيها مصاري بجي تي وبالفورمولا اي او فورمولا اي في عدة يعني. على كل حال احنا من فتره مقصود. حطينا هون بحب احكيكم بهذا الموضوع عن الاي ماركت، عن نحن بلبنان ننسى الموضوع، ما في شيء اسمه إلكتريك. انترنت بلبنان، عملوا سبق فورمولا اي بواحد من اهم الكازينويات بفيغاس، كانت جائزه المركز الاول 200,000 دولار، كان في ابطال من الفورمولا اي بمواجهه ابطال بيلعبوا فورمولا اي على الجيمز تبعهم، ربح واحد من الجيمز قبض 200,000 دولار، وهلا صارت على الموضه اليوم على كل حال هذه الالعاب. نحن الانترنت ما بعرف ما فيك تحكي يعني على كل حال ما فيك تحكي على الواتساب بدقيقه الواتساب بعد ما عندي تليفون بالبيت انا اللي بدك تنطر سنه بس انا زيد شغله انه السبور كله قبل كان غير هلا، مش بس التنس، يعني اذا بتروح على الفوتبول كان غير هلا، حتى كان بده هلا صار اصعب، كل شيء اصعب، كل سبور صار اصعب، يمكن لانه اذا بدك صار في يونغ اكثر، صار في اتلت اكثر، مشان هيك يعني كل شيء عم يتطور هلا. الفرق كمان بالفوتبول انه في شغله بتساعد الاتلتيزم بالفوتبول هلا، انه القرارات الحكام والقوانين بتحمي اللاعبين، قبل كان في يصير ماتش مصارعه بالملعب وما يطلع واحد بطاقه حمراء برا، متذكر مونديال 82 و86 وحتى شو صار بفان باستن وغيره بالدوري الالماني، بس هلا اذا بتعمل ربع يلي كنت تعمله بالثمانينات والتسعينات بتودع الماتش، يعني لو كنت ببطوله العالم او تشامبيونز ليج. هلا بدنا ننتقل للتنس، بالعكس
كانت قبل سيء هو يسوق، هلا السياره الاله هي اصعب، كانت اقوى بكثير السياره. هلا بدنا هذا الموضوع بدنا نطرحه، كنت انا بدي اطرحه على فادي الكاخي، مين افضل لاعب كره قدم اليوم ومين رح يربح المونديال المقبل، شو توقعاته؟ لكن خلينا نشوف كمان جابرين جابرين ميجوروزا اللي ربحت اللقب عند السيدات من بعد فوزها كمان على لاعبه مخضرمه جدا عمرها 37 سنه فينيس ويليامز. حلو اسمها جاربين ميجوروزا، هي فنزويلية المولد جاربين جاربين جاربين، ربحت اللقب على حساب اللعبة الأمريكية. النتيجة كانت 5-4 لمصلحة فينيس، ولكن من بعد خسرت 9 أشواط متتالية ربحت من بعد الإسبانية المجموعة الأولى، وهنا عم نشوف كمان ربحت المجموعة الثانية من بعد طابة خارج الملعب. هون التحكيم الآلي شغلة مهمة بعالم التنس، على كل حال تكنولوجيا بالتنس أخيراً فاتت على الفوتبول، فاتت ما بعرف إذا رح بتأثر، بس هون أبرز دليل طابة بهيدا الإطار ضعفانة كمان فينيس تتحافظ على الشيب تبعها بعمر 37 سنة، بتلعب مباراة نهائية بأعرق دور التنس بالعالم، واللقب الثاني لميجوروزا. هي كانت خسرت أمام سيرينا بال 2015، ربحت بال 2016 رولان جاروس، وربحت بال 2017 ومبلدون. فادي برأيك أنت من بعد كأس القارات يلي كانت بعتقد أنا واحدة من الأنجح تنظيميا قدروا الروس نجحوا فيها، ما بعرف ليه كان في كتير ناس عم بيحضروا المباريات بسان بيترسبورغ وبسوتشي وبهالأماكن، مين أبرز الدول المرشحة للفوز بلقب بطولة العالم؟ هلا المانيا من دون اي منازع، وانا بتذكرني نجيب، انا بعتقد المانيا هلا هيدا هو رح يكون المنتخب الاول لالمانيا، بتجيب باستثناء لاعبين كروس وممكن قلب دفاع بس ليعطون ساعه. انا شوي بعرف الالمان كيف بيفكروا، انه نحن بضل عندنا اللعيب يلعب ليصير عمره 36 سنه و37 سنه، بنضل نقول لعيب كبير ولازم يلعب، ونبلش نبكي انه ما قدرنا عملنا البديل، صحيح، وبنشتغل على المنتخب الاولمبي. نعم مكنه وماشي، يعني اللعيبه كلها حاضره واللعيبه كلها عم بيادوا، وهلا هذا الفريق اثبت قد ايه هو جاهز وقد ايه هو حاضر، بعتقد بطعموه بشويه خبره وبكملوا فيه كاس عالم. السؤال الاخر بدون ما ننسى البرازيل كمان، البرازيل نيمار. طيب برازيل نيمار وارجنتين ميسي، شو قصتهم؟ شو المشكله الكبيره مع الارجنتين؟ هل اختلف الوضع بعتقد مع سان باولي اللي كان مدرب اشبيليا وتشيلي قبل، بعتقد سان باولي عنده منظومه وعنده مشروع، وراح يكون راح يحاول يرجع بمنتخب الارجنتين ميسي برشلونه، يعني راح يعملوا راح يكون راح يركب الفريق حوله مش يكون ميسي. وغير هيك مش راح ينجح منتخب الارجنتين، غير مستحيل. مستحيل انت عندك بتضم افضل لاعب بالعالم، اذا بدك تاخذها من وجهه نظري الخاصه بعتقد انه وجهه نظر الكل، يمكن انا بالنسبه لي افضل من لمس كره القدم بالتاريخ هو ليونيل ميسي، مش ممكن يكون الافضل بالعالم. نعم بس انا بدي الفت شغلي على قصه كاس العالم، كاس العالم لا يكفي ان يكون لديك انه افضل لاعب بالعالم، أكيد. شفنا انه كذا منتخب، ايوه الاكيب اهم من اللاعب، شفنا كذا منتخبات ربحوا كاس العالم وما كانوا افضل منتخبات، بس كان عندهم جو ديكيب اللازمه بلس عندهم التركيز والاراده الصلبه على مدى هالشهر، لان بهالشهر هيدا اذا صار في معك مشكله صغيره مثل ما صار مثلا باخر مونديال مع سواريز والاورجواي بتخرب الفريق كله، مثل ما صار مع نيمار بالبرازيل بتخرب الفريق صحيح. كله اذا ما كان عندك اراده صلبه وتحضير، هلا صار بتعرف التحضير البسيشيك مهم كتير، التحضير النفسي والذهني عندهم كل الفرق المتطورة عندهم أطباء نفسيين قاعدين معهم، هو الأهم بعتقد. البرازيل يعني مع احترام البرازيلي يعني كل ماتش يقعدوا يبووا والكابتن تبعهم يخبي راسه بالأرض هنه عم يشوتوا البنالتيز، وراح نيمار انصاب صاروا كلهم عم يبكوا، هيك فريق ما بيربح ما بيربح كأس العالم لو نزلوا لعبوا معه أساطير الكرة، بده يكونوا قوية منتلي تقدروا يربحوا، تيصير فيهم بأرضهم هيك هيدي شغلة مش ممكن تصير كل 50 سنة مرة. البرازيلية عندهم مدارس ما رح ينسوها أصلا، ممكن بس ليك أنا اللي عم بقوله، أنا بحب البرازيل رحت على البرازيل وبعرف قد ايه الفريق الناس بيعشقوا الفوتبول، بس مش ممكن تربح كأس عالم إلا ما تتضافر هالثلاث جهود، يعني فريق قوي منتلي وكجود كيب مش بس لعيبة، ويكون عندك الخبرة ويكون عندك التحضير، هيدا أهم ثلاث أشياء. صحيح الخبرة مهمة كتير. إيه بس يعني إذا بنرجع للبرازيل 2014، البرازيل 2014 كانوا محضرين المنتخب غلط، البرازيل كانوا دائما عندهم قصة من سبونسر إذا متذكر البرازيل ما كان عندهم مهاجم، هون سبونسرز كمان بيلعبوا دور بتشكيله المنتخب يا محلى عمك. ليك اسبانيا ربحوا كاس، خلينا ننتقل خلينا ننتقل للملف الاخير ملف قطر ونختم هذه الحلقه.
صرح السويسري جاني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم انه 6 دول عربية تقدمت بطلب للفيفا لسحب استضافة بطولة كأس العالم 2022 من قطر بصفتها دولة راعية للإرهاب. وقال انفانتينو خلال حديث لموقع دروك السويسري انه كل من الاتحادات السعودية واليمنية والموريتانية والإماراتية والبحرينية والمصرية طالبت الفيفا بإعادة النظر بمنح تنظيم المونديال لقطر، وذلك بإطار المادة 85 من لوائح الفيفا يلي بتأكد أنه سحب التنظيم ممكن بحال ظروف غير متوقعة وقوة قاهرة. كما حذرت هالدول بتحذير شديد اللهجة الاتحاد الدولي لكرة القدم من التداعيات الأمنية الخطيرة اللي رح تهدد أرواح اللاعبين والمشجعين القادمين إلى قطر بصفتها معقل حصين للإرهاب المتطرف. وأضاف جاني إنفانتينو أن الدول الستة لمحت إلى مقاطعة مباريات المونديال من جانب الدول العربية والإسلامية إذا ما تم سحبها من دولة قطر، إشارة أن عملية نقل تنظيم كأس العالم من دولة إلى أخرى حدث من قبل مرة واحدة عندما فازت كولومبيا بتنظيم مونديال 1986 قبل ما تتراجع عن التنظيم ويتم منحه للمكسيك. هذا قربتك، شو رأيك بالموضوع حضرتك الضليع بالملف القطري؟ يعني نجيب أنا لأنه الصورة بواقعية، قطر يمكن من أهم الدول مش بس العربية أو بآسيا، بالعالم اللي عندهم سبورتس انفراستراكتشر، عندهم ملاعب مخيفة، عندهم تجهيزات مخيفة. هلأ أمور تانية يمكن مش أنا الشخص المؤهل إني ناقش فيها أو أحكي فيها، بس أنا اللي شفته إنه كانوا جماعة عم يشتغلوا بشكل مخيف ليستضيفوا كأس عالم. ونحن بالنسبة لنا كلبنان أو كدول عربية أحسن قريب إنه حلو حقنا نستضيف كأس عالم بغض النظر مين البلد ومين هل هي مؤهلة ولا لا. بعتقد حقنا الطبيعي إنه نحلم إنه يكون كأس العالم بدولة عربية بغض النظر هل نحن قادرين بعد نستضيف كأس عالم. هاي الأمور الثانية اللي بتسبب شوي بعتقد إحراج لدولة قطر، أما على صعيد كرة القدم بعتقد إنه هني جاهزين. رائد، انا يعني كنت مش الوحيد، انا من يلي تفاجئوا ومثل كتار انه قطر فازت بتنظيم كاس العالم. انا غطيت كاس العالم ورحت على فرنسا من اكثر البلدان المتطوره، بقيت شهر بكاس العالم وغطيت وقتها كنت مع الال بي سي، وشفت قد ايه بيتطلب كاس العالم مش بالتنظير على الارض، قد ايه بده شغل وقد ايه بده انفراستراكشر يعني بنيه تحتيه، مش بس بالملاعب بس هلا الناس بينجابوا، عندك مواصلات، عندك طيران، عندك حتى سعه مدن، عندك اوتيلات. زبطت لو كان العلاقه بعدها جيده مع دول الخليج وزبطت بقطر كان رح بيكون احلى مونديال بالعالم. ما لانه ما فيني اتنقل، رح اقول لك ليه، لانه كل الملاعب قريب من بعضها ربع ساعه بين ملعب وملعب. بس هيدا بس عندك ساعتها مشكله مواصلات بدها تسكر الدوله. هيدا مشكله نجيب بكاس العالم، كلنا بنعرف انه في ناس بيروحوا مئات الالاف ما معهم بطاقات، بيروحوا جاست للفيستا، يعني بيحضروا المباريات بساحات عامه بشاشات كبيره بيشربوا والشرب هيدا قصه الشرب كمان الانجليز. مش بس قصدي في ضغط كثير كبير على الانفراستراكشر، على المواصلات، على الاوتيلات، وضغط تنظيمي وضغط امني. انا مع انه اكيد حلمنا يكون في كاس عالم حدنا منطير ساعتين وبنوصل عليه، بس انا ما يعني ما بقتنع كيف دوله بحجم قطر قدرت فازت على تنقارن ابل تو ابل، قدرت فازت على دول مؤهله وحاضره تستضيف كاس العالم واخذتها بالوضع اللي نحن بنعرفه فيه. وما في مشكله اذا بدك اياها تبقى بالخليج، فيها الامارات تستضيفها بالاشتراك مع لا بس بعتقد انه هي العالم كانوا رح يكونوا موزعين على دول الخليج. اليوم مع هالازمه ما بنعرف شو بده يصير. هلا خلص وقتنا، من وجهه نظر الاعلام والصحافي اللي بيتابع كل اعمال السيارات اليوم بالعالم العربي، برايك قطر كانت رح تنجح بهذا الاطار؟ هلا قطر بالموتور سبور ناجحه، بنشوف عندها سائقين وعم تدعم لوسيل اكيد، ومدينه لوسيل هي الاساس رح بتكون لكاس العالم بالموتو جي بي حتى كمان، يعني عم بيعملوا الافتتاحية بطولة العالم. هلا بالفوتبول ما بعرف، هلا الجماعه كانوا عم يشتغلوا مثل ما عم بيقول حضرتك الزميل انه كان في شغل تا يعملوا فوتبول. هلا بدك تشوف بعدين ما تنسوا كاس العالم بالصيف، ما هيدي هي يعني في كم نقطه استفهام، بس هي الاهم اليوم اللي العلاقه مع دول الخليج ممكن تاثر عليها، لانه وين بده يروح العالم كله سوا. يعني نحن بنعرف انه بجراند بري البحرين 3/4 السائقين بيكونوا نايمين بدبي وبيرجعوا بيطلعوا على السباق. على كل حال هذا ملف رح نرجع نحكي عنه اكثر واكثر بالايام والاسابيع القليله المقبله، وهلا رح نختم على امل انه نرجع نلتقى الاسبوع المقبل بملف جديد وربما ايضا ملف له علاقه بعالم كره القدم. شكرا.